انا الحين انا الحين نص شباب نص شباب باقي احس اني باقي في شيء ناقص. فكر معي فكر معي فكر معي وش باقي يبون؟ ما ادري ودي كذا باقي المكان 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 ما هو بعاجبك. الديكور الديكور ما هو بعاجبني ما هو بعاجبني. طيب والله احس اني كذا كئيب احس اني ما بعاجبني. ابغى لي مكان جديد ابغى لي لوحات جديده ابغى لي ديكورات جديده. يكثر طلباتك يا ابوي طلباتك كاثر علي. انا جايبك ليش؟ أموت ياباني لا 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 يا ابوي لا حول الله. يا كلم مين كلم مين؟ الو متجر سيلفر 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 جيفت ومن هو؟ اهلين اهلين عمي تعال يا ابوي. وين متجر رشة؟ تعالوا تعالوا يا ابوي نبغى نغير الديكورات. وين لوكار؟ تعال يا ابوي تعال. تعال. ها تعال يا ابوي. وين يا خانو؟ لا هرب. لمستي؟ انت لمستي امجشيران. اهلين. يلا. لا تزعل. اهلا وسهلا. خذوا لي تعالوني واحد واحد. وانا والله ودي اهلين يا بيك شباب. اسمعنا هداك انت هذا من لبنان ما ادري ما هو بعاجبني شكله احس انه وده يقسى شوي لانه ما هو بعاجبني. لا تزعل مني معك البروفيسور مهندس الديكور طوني رورا. انا لسه جايه من فرنسا حبيت كنت قبله بايطاليا. كلامك حبيته. انا قالوا لي عن مشكلتك. ايوه وعرفت وانا جايه حبيبي. انت مو مرضان انت مو تعبان انت مهموم. وعم بيقولوا في المثل الشعبي اللي ما بيرتاح نظره ما بيرتاح باله. يا سلام. لازم تغير المكان كله كله بتغيره. يا سلام. عندك مثل هاي الساعه؟ ايوه من لندن. انا عامل مهندسه في لندن. كنت فيها بس اني شرينا ساعتين. رحت لندن ما شفتك. لو رحت لندن بتزبل بتحط شمو في هذه من لندن صدق بالله. لا تطقطق فيها. تعرفوا البيت الابيض انا اللي مهندسه. برج خليفه انا اللي عامله. ما شاء الله. ايفل انا اللي راسم لهم اياه. ما شاء الله ما شاء الله. بعدين لا الا الله هاي. ايوه لما بتطالع فيها بتنسى الخرفانه مرتك. لا لا الله سود الله وجهك. لا سامحني لا تتكلم عليهم قشره. لما بتشوفها بتنسى همومك. والله بتنسى همومك. ما عاد انت بحاجه لمره جديده. خليني اشوف. شوف تطلع هاي تطلع. ايه لا لا تلمسها لا تلمسها كورونا لا تلمسها. تطلع هاي يلا. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. انت بحاجه لمره جديده انت بس غيروا لبيتك. حبيبي حبيبي بيت ما هو مؤسس من منوي ما بيستاهل العنوه. ما شاء الله تبارك الله. والله ما بيستاهل العنوه. بيقول كلام زي الكل. ما شاء الله. يا سلام. خذ مني نصيحتي خذ مني. ايوه عندي خصم لك 20%. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. 16. يا سلام يا سلام. وسيبك من هذا ابو شعر طويل الخرفات هذاك اللي يعطيني شويه بدي اياهم. يختي علي تعال تعال احكي له لعندك. تعال تعال شو روح له. عندك شيء ثاني تقول انا فداك؟ لا بدي اعطيهم مجال البنت. لا 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 انا فداك. ذا شكله من الجماعه هم بون عليه. انت انت باقي شيء تقوله؟ تعرف انا صباح؟ صباح ما غيره ماتت وعمرها 220 صباح سنه. كانت بتاسس من منوي. إيه؟ والله كانت بتاسس من منوي. والله الله لا يحاسبنا بتاسس من منوي. والله يا بيك والله يا بيك. ما شاء الله تبارك الله. والله العلي العظيم. والله والله بيني وبينك الله يرفع قدرك نفتك. كلامه يسحر كلامه يسحر الواحد. انا حبيت دخيل عيونك وانا ابغى يجي يسحر. دخيل عيونك يا بيك وسرياتك كثير. اسمع بيني وبينك انت سحرتني. تعطيني هاي الساعه بزمتك. هاي الساعه مرت عليك من قبل. اسمع نفتك تعطيني منوه. ها تعطيني منوه وتاخذ مقشران. تسمى يا ابوي. حبيبي حبيبي هاي يبا. هاي معها مصريات ما باخذها. شلون كنت متحملها؟ اعوذ بالله. يقول حبيبي ويقول 70 سنه 70 سنه. والله بيني وبينك حبيبي مشكلتك عندي. ريح نظرك بيرتاح بالك. اسس بيتك من وينوي بتنبسط. فازات شمعات ديكورات كنبات مخدات كله كله من عنا كله. ما شاء الله تبارك الله. ايه. انت باقي شيء تقوله؟ لا ما شاء الله تبارك الله. خليك خليك هنا ابوك تجي. ايوه خليك هنا. ايش اسمك انت؟ الدكتور البروفيسور مهندس الديكور طوني رو 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 رو. اسمع تجي بدال ولدي؟ شو؟ تجي بدال ولدي؟ لا خذوا روحوا وما يسافروا. حطوا فازه بالبيت هاد. والله ما شاء الله تبارك الله. تعال انت يا ابو انت ابو شلحاط؟ انا ابو محماص.
ونعم يا ابو محماش. يلا حيا. ايش حالك؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ ما شاء الله تبارك الله. وش الجعود الزينه؟ يطلع عمرك. ما شاء الله. خلنا نعب الحيط ما طيب. ايش عندك انت؟ طبي. انت شفتك اني شفتك امس في الصياد. اي والله طال عمرك. ايه. شفت خاطرك ضايق وتقول ام بشير انها راحت وهي اغلى صورة عندك واغلى انسان عندك. و انا عندي لك شيء. خله يا رجال الرجال خله يعب. عندي لك اسمعني نفداك دموعك غالي. ما عندي احساس. ما عندي احساس. طول عمرك ما عندي احساس. ما عندي احساس. اسمعني ولا لا الا الله. ايش انا من نفداك؟ عندي لك شيء بنسيك اياه. صورة مرسوم تنل لشخص انت تحبه. ايوه. وحنا نحبه. يا سلام. وبتنسيك الفقد اللي عندك. ما شاء الله. لا شفت الصوره ذي. ما شاء الله. ولكن بشرطي يا ابو ايش اسم الولد؟ ابو قشران. يا ابو قشران نبيك تجودنا في المبلغ لان قيمه الصوره تغالي علينا وعليك. يا سلام. ها أيوة. هون يجي كبها. اي جبها. كبها بس الشعر. وش ها هذه من عندكم يعني من نفس المتجر اللي انت شغالين فيه؟ هذا طال عمرك من له كارت. ما شاء الله ما شاء الله. صورة الملك سلمان بن عبد العزيز بن مسعود. لك أهلين بالأسياد. خادم الحرمين الشريفين. بدي بوسو. أهلين بالأسياد. لك هذا اللي معمرنا لبنان. هذا طال عمرك اللي يستاهل انك يستاهل التحية. الله يستاهل التحية. صورة غالية وقيمتها غالية. ما شاء الله. تفولوا تفولوا تفولوا. عطوا شوف يستاهل أنت. إيش لم؟ أنت سمعت؟ وعندي لك يا طويل العمر فوقها صورة أم قشران. صورة أم فلان ولا مع الأرحب أرحب أرحب نفدان. خلنا أعلمك خلنا أعلم لك صورة أم قشران. قشران غالت عندك غالت عندك. خلنا أعلم غالت عندك وكانك تبيهم يرسمونها. هذه تراها رسمة ما هي بصورة رسمة. إيه. أنت سمعت من متجر لو كارت ولهم خصم طال عمرك عليك على ما قال تحط دبليو كابيتال. هم تضرب طال عمرك ب 07 انت سمعت 07 هم يجيك طال عمرك خصم 30% او 35% وانت تستاهل يا ابو قشره. طال عمرك يعطيك العافيه. هنا فداك والله ما شاء الله. والصوره دي غاليه في قيمتها غاليه لا تنقصها في هديه. هديه الله يجزاك خير. صوره الملك سلمان. باقي شيء تقول ابو محمد؟ سلام قرا يطول عمرك ولا بغيتنا فابشر بنا. خلاص الله يعطيك العافيه. اجلس جنب طاني نفداك اجمل. قول تم قول تم قول تم طالب طالبه قول تم 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 تجيني عند البن. ابشر بي على يطول عمرك وذن ما عليك. تركي الدوشري قد جاكم امس؟ اي ايش قال لكم نفدا؟ يسلم عليك. قال لا تسلمون على بعض صح؟ هذه من بعيد يا شباب. هذا شكله بيعطيك 2000 رجلت عندوني نفدا. وخر هيك تعال نفدا وخر يا شباب. هذا قد شفته في التلفزيون. اسكت وخر عندوني الصوت اسكت يا ولد. سلام عليك كيف حالك؟ سلام. انت فؤاد؟ ايوه. انت والله حماد والله. ايش لك؟ والله ماني عارف وش بهذا. ايوه ايش عندك؟ ايش عندك؟ ايش بهم البدو كذا يجلسوا على الارض؟ تفضل. ما في شيء بس. ايش قوم النوا؟ ولد ايش قومك انت؟ انا معايا حاجات مره حلوه. ايوه وش هي؟ ايوه عندي حاجات عندي حاجات كبيره مره. ما شاء الله. لوحات كبيره كبيره. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه هذا شوف هذا رشه اي رشه. ايوه ايش يا رشه؟ حاجات مره حلوه طعمه. ايوه اللي بعدها وش عندكم في رشه؟ ايوه عندنا رشه لوحات كذا حلوه. ايوه منمقه مرسومه باليد. ما شاء الله ما شاء الله. ومن اجود انواع القماش. ما شاء الله تبارك الله. كرنفس. اي دقيقه اللي سو انتوا كم اعماركم؟ اول ما خطب عندهم معي. طيب اسمع يا طوني خلك هنا وانت خلك في الشرير هنا يا ابو حماس. إيه الله يسر عليك. روح يا بدوي روح. الله يسر. والله انا ما ادري انا جاي اشتغل. انا عندي ولد واحد قشران. انا ما عندي 3 اولاد. ايش رايك يا متخيل اني ايوه عندهم خلاص يا طوني لا اسفرك لبنان. عندهم حاجات مرسومه كده مره حلوه. أيوة. تحطها بالغرف تخليها احلى. ما شاء الله. تحطها حاجات صغيره هذه صغيره. ايوه تحطها بالسياره تصير احلى. كل شيء يصير حبيته. احلى ما شاء الله. ايوه هذا رشه جزاهم الله خير. عندهم خصومات. ايوه عندهم خصومات على الكود حقي. ايوه وش كودك؟ 15% كيف؟ 15% هزت الراس معها نفداك؟ ايوه كيف انت تسوي؟ 15% واحده ثانيه 100 ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذه هاي الرسمات اللي هناك. ايوه هذول رسمه مش طباعه. اوه في 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 حاجات كبيره مره. في اليوم خبروني هنا في متجر رشا جزاهم الله خير. جزاهم الله انهم كرموا احبابنا واخواننا هناك في عمان.
حطوا لهم طريق مسهل حق المتجر، نفس ما الملك سلمان حفظ الله ورعاه والسلطان هيثم سهلوا الطرق بين الدولتين، متجر رشا جزاها الله خير سهل الدخول على المتجر. ما شاء الله للدولتين. عطوا تحية يسار. تفاؤلوا تفاؤلوا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شايف شايف. حسيني بدأت تتشبب يا ولدي. والله بدأت تتشبب. إي والله. ما شاء الله. هذا متجر رشا. شايف سيلفر جيفت. سيلفر جيفت ولا رشا؟ لا هذا الكوستناي. هذا الكوستناي. الكوستناي. ايوه الكوستناي. شوف هذا الكوستناي. ايوه. شو مهضوم شو مهضوم. عندهم حاجات مرة حلوة. ايوه شوف كده يا سلام يا سلام عجبني ذا والله ابغى يجي معي بس انه يبوي ملدوع شوي تخيل شوي فيه الله يرحمها هي ماتت ام بشران رحمه الله عليها عادي حضرها والعوض بالحيين انصحها تتجوز مره ثانيه ايش تصدق الان بيني وبينك يا سلام شوف هذه الحاجات مره حلوه ايوه حلق ما شاء الله وترتيب وعقود وحاجات طعمه انت احيانا تكون كده مفلس وذهب ما ذهب هذا خليك منه الذهب ما زين هذولا زين مرة فضة يعني اكسسوارات واشياء سريعة ما شاء الله ايوه يا سلام حاجات مرة هدي هذا مقشران مقشران توكل على الله توكل على الله هدي انت يا ابو اسداس تعالهم ايوه خليك منه هذا ضايع عندك شيء ثاني تقوله يا وليدي ايوه الكود حقي اللي حيخلي المتجرين يخليها فله يا ما شاء الله قدام المتابعين يا ما شاء الله W21 ما شاء الله ما شاء الله تحط كده شوف W21 استهزت الراجل حصل لك 100 عجبتني انت عجبتني يا وليدي لكن في متجر عجبتني فيه اكثر من الثاني اذا تبي الصدق ولذلك انا ما بقصر معك وبعطيك طوني خليك على جنب وتفضل عطني حق ام قشان ابو محماش حق ام قشان لا مش انت حق مش انا إيه الله يجزاك أيوة. الجنه خلها عندي ابويا الله يسلمك لا اعطوني هناك ابو محماش انا بعطيك مع العشاء اللي انت بتعطيني اياه 350 ريال يستاهل اقول لك حاجه استاذ وليد قبل ما تقول حاجه الله يسلمك الله يسلمك حبيتك انا والله اول ما شفت وجهك كده حبيت وشبه من البدو كده يا بدوي انت بدوي انت 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 بدوي تعب الاشار اروح لمين ايه نفدا قلبك وانا كده خلصت طيب عثمان الله يسلمك القصبي انت من افضل الناس اللي شوقوا اليوم صراحه ورجعتني شبابي ورجعتني زي ما كنت الكاركتر قمت به زي الناس ومتجرك ما شاء الله ربطت به باشياء برا وداخليه وجميله ومتجرك جميل ولو انك ما عرفت المنتجات اللي عندنا فلذلك انا بعطيك يا عثمان 450 ريال يستاهل عثمان يستاهل عثمان يستاهل رجعني شبابي ما شاء الله تعال يا طوني تعال انت ايش تلعب علينا انت اسمك عبد الروقي تعال ما عندي عندي وقت انا بروح انام نفداك وافتح مايكك نفداك الله يسلمك والله مفتوح تبابرك والله مفتوح الله يفتح شنبك ان شاء الله والله مفتوح طيب اسمعي يا طويل العمر والسلامة انت بتاخذ معي انت عجب ما في بطارية خلاص ما يحتاج أبعطي دراهمة ويتوكل على الله أنا بعطيك يا طويل العمر والسلامة زي ما أعطينا أخوك عثمان ما شاء الله تبارك الله 450 ريال توكل على الله يعطيك العافية ما شاء الله ما شاء الله هاي يقول أحس إني بدأت ترجع شباب في بنسبة 80% أحس إني بدأت ترجع شباب باقي حاجة أخيرة كذا أحس إني إذا اكتملت أحس إني أبغى تيجي